ما يضر في الخاطر او يحج انا في شكل نفسي شخصيا، هو ان اغلب الشباب الواعي والعارف والذي يمثل يعني ادوات نهضه البلد هم الان في السجون، وهذا شيء يعني مخزي بشكل عام. اعتقل الصحفي الاستقصائي المغربي عمر الغادي في 29 تموز يوليو 2020. أصدرت المحكمة المغربية في 3 آذار مارس 2022 حكماً لسجنه 6 سنوات بتهمتي التجسس والاغتصاب دون دليل قضائي قطعي. أوقف سجنه عمله على أحد أهم التحقيقات الاستقصائية في المغرب حول مصادرة الأراضي لمصلحة مقربين من الملك محمد السادس. إلا أن منظمة القصص المحظورة Forbidden Stories مع بعض الصحفيين تابعوا العمل على تحقيقه بعد ما شاركهم بالوثائق قبل سجنه. نشر التحقيق في 19 أيلول سبتمبر 2022 وكشف كيف استخدمت الأراضي القبلية المصادرة لإثراء مقربين من ملك المغرب. قررنا زعما كاين 30 ألف هكتار في 2016 سنة عليها وبنتينا قبل ما يمشي في حاله. كان الغادي قد تعرض للتهديد من أجل هذا التحقيق، ولم يعرف عمر باستكمال تحقيقه بحسب والدته. أنا فرحة أن هذا التحقيق اكتمل ولو أنه لم تكن لدي أي فكرة عنه. المهم أنه في محاكمة أثناء محاكمة عمر، فوكيل الملك في مرحلة الاستئناف في مرافعته قال لعمر: أنت قد عارضت سياسة الدولة في موضوع نزع الملكية، بمعنى أنه السبب المباشر لاعتقال عمر هو هذا، وأنه كان يقوم بهذا التحقيق، وهذا التحقيق هو الذي خلق المشكل. وقد سبق لعمر في الاعتقال الأول الذي دام 6 أيام في 2019 بعد التغريدة المعروفة، قد اتصلوا به وقالوا له: إما أن تتوقف عن ذلك البحث وإما ستضرب رأسك مع الحائط، وهذا ما وقع. إذن هنا نعرف بأن السبب المباشر لاعتقاله هو تحقيقه في هذا الموضوع حول الأراضي. كان عمر ضحية اختراق هاتفه من قبل السلطات المغربية عبر برنامج بيجاسوس التجسسي. منذ مدة طويلة قبل موضوع البيجاسوس، عمر كان دائما يقول لنا بأنه يعني متابع، وبأن يعني أن هناك من يتبعه ومن يتجسس عليه، وبحيث أنه كان يحاول كل مرة أن يغير الهاتف وأن يغير يعني شفراته إلى آخره، لكي يمنع على الأقل ذلك التجسس. وكان يقول: نحن لم نكن نأخذ الأمر بجدية، لأننا كنا نقول له: ومن أنت لكي يتجسس عليك بهذا المعنى؟ ولكن بعد حضورنا للمحاكمات وسمعنا من النيابة العامة فعلا على أنها كانت تتلصق على هاتفه. بدأ استهداف هاتف الغادي ببرنامج بيجاسوس في بداية عام 2019، وكان آخر أثر للاختراق في كانون 2 يناير 2020 بحسب المختبر الأمني في منظمة العفو الدولية. اكتشف الغادي اختراق هاتفه من خلال مقال انتشر على أحد المواقع الساخرة الذي يعرف بأنه مرتبط بالمخابرات المغربية بشكل غير رسمي. الصحفيين أكثر انتقاداً للسلطة ولطريقة تسيرها والمقاربة الأمنية في المغرب هما الأكثر عرضة للانتقام وللمحاكمات وللاعتقال. تضمن المقال تفاصيل عن حياته الشخصية كرسالة من المخابرات على أنه يخضع للمراقبة. إنه نوع من التهديد بأنهم يراقبونني، وقد فهمت من تفاصيل نشرت في المقال أنها تأتي من هاتفي الخليوي، يقول الغادي. استطاعوا الوصول أيضا إلى مضامين تسجيلات صوتية عبر تطبيق واتساب. عمر يعرف لماذا هو اعتقل، ويعرف فعلا لأنه اعتقل لأنه أزعج يعني من هم فوق، لأنه بحث ونبش في مواضيع يعني مزعجة، وبالتالي فهذا الوضع يعرف أنه اعتقل ليس لأن هناك تهمة معينة قد وضعت، ولكن لأنه فعلا صوت مزعج، وهذا يريحه نوعا ما، وهو متفائل
معنوياتهم مرتفعة. الغادي ليس الصحفي الوحيد الذي واجه هذا المصير، بل هو واحد من صحفيين مغربيين كثر تم اختراق هواتفهم ويقبعون في السجون ظلما. من بينهم الصحفي سليمان الغيسوني الذي اعتقل منذ أيار مايو 2020 بتهمة الاعتداء الجنسي. اعتبر الكثير من الحقوقيين والصحفيين التهمة جزءا من حملة تشهير سياسي لكل من ينتقد النظام الحاكم، وأن إدانة الغيسوني هي إدانة سياسية. والصحفي توفيق بوعشرين الذي يقبع في السجن منذ شباط فبراير 2018 وحكم عليه بالسجن 15 عاماً بتهمة الاعتداء الجنسي على عدد من النساء. تبين تسريبات بيغاسوس أن المدعيات على بوعشرين كن مستهدفات ببرنامج بيغاسوس التجسسي. تراجعت اثنتان منهن عن الادعاء، وقالت إحداهما أنها تعرضت للضغط من الشرطة للقول بأن بوعشرين اعتدى عليها جنسياً، وعلى الرغم رفضها لكنها علمت لاحقاً أنه تم تزوير كلامها، علماً أن المدعي على الراضي بقضية الاغتصاب أحضرت تقريراً طبياً بعد 27 يوماً من تاريخ الحدث، بينما يقول الراضي إن العلاقة بينهما كانت غذائية. أقول للنساء اللواتي يعني يتهمن أشخاصاً ظلماً أن يتقين الله، وبأنهم بهذه الأعمال فهم يضربون كل العمل الذي قامت به المرأة لحد الساعة يضربونه بالسيف. استكمال تحقيق عمر ونشره يعد إنجازاً للصحافة الاستقصائية ورسالة قوية مفادها أن قتل الصحفي أو سجنه أو تهديده لن يقتل القصة. بالتالي هو شبه منقطع عما يحصل، هو يقول بأنني الآن لا أهتم بأي شيء ليفعلوا ما يريدون، أنا هنا في السجن ليفعلوا ما يريدون، أنا فعلا مظلوم ويجب أن يعرفوا هذه المسألة، وأنا لم أفعل ما قالوا وما اتهموني به لا في مسألة تجسس ولا في مسألة اغتصاب، وأنا أعتقد على أن هذه أعتبر أنها قرصة أذن كبيرة من طرف الدولة، وأقول لهم لقد فهمت يعني المساج، يعني فهمت ما تريدون أن توصلوه به، فكفى. إذن هذا هو ما قال عمر بشكل عام.